الإعلامي الرياضي المغربي الأستاذ أيمن زيزي. صباح الخير أستاذ أيمن، بعد التحية أكيد بتتابع كل الفعاليات الرياضية في مقدمتها يعني أوشكنا على انطلاق كأس العالم للأندية، أيام بتفصلنا عن هذا الـ 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 هذا الـ هذه البطولة طبعا القوية. الأهلي المصري بيصل للمغرب النهاردة، بالأمس وصلت بعثة أوكلاند سيتي النيوزيلندي. آخر أخبار الاستعدادات وكيف تسير الأمور قبل انطلاق كأس العالم للأندية؟ صباح الخير سيدي. كما أشرتم، المغرب يضع اللمسات الأخيرة على تنظيم كأس العالم للأندية. هذه المرة الثالثة التي ينظم فيها المغرب هذه المنافسات، سبق له أن نظمها سنتي 2013-2014. آنذاك كان سياق آخر عرف النجاح كذلك. اليوم هناك طموح كبير أنه المملكة المغربية تستمر في الإشعاع العالمي التي عرفته خلال مشاركة المنتخب الوطني المغربي للكبار في كأس العالم الأخيرة بقطر ووصوله للمربع الذهبي. آنذاك المغرب خلف أو حقق إشعاعا كبيرا على المستوى العالمي. اليوم تنظيم كأس العالم هو استمرار للإشعاع الذي عرفه في كأس العالم للمنتخبات. هناك طموح كبير لإنجاح هذه التظاهرة على كافة المستويات، والآن المملكة المغربية تضع الرتوشات الأخيرة على تنظيم هذه الكأس. الكل مستعد هنا، الكل متحمس للبداية. هذه فرصة لإبراز مؤهلات المغرب تنظيمية سياحية. نعلم جيدا أنه كرة القدم اليوم لم تعد فقط ممارسة رياضية وتمثيلية في المنافسات، ولكن عندها بعد تنموي، بعد اقتصادي، بعد اجتماعي، والمغرب انخرط في هذا البعد التنموي. أظن أنه المغرب سيكون مؤهل لتقديم نسخة استثنائية هذه السنة. على مستوى التحضيرات سيكون هناك حفل فني في المستوى العالي سيدوم ما بين 15 دقيقة و 30 دقيقة. هناك فنانين مغاربة عالميين سيقومون بتأتيت هذا الحفل تحت قيادة المخرج العالمي الموزي رضوان، والذي يشتغل كذلك مع الفيفا والموزع الرسمي للفيفا. على مستوى استقبال، كما شاهدتم أمس وصلت بعثة أوكلاند سيتي، كان استقبال حار، استقبال وفق التقاليد والعادات المغربية، الحفاوة، الكرم نفسي سيكون مساء اليوم بالنسبة للفريق الأهلي المصري. أظن أنه الأندية المشاركة عندها شعبية كبيرة في العالم، وأكيد أنه المغرب مستعد لاستقبال كذلك جماهير هذه الأندية، سواء فريق الأهلي المصري أو أوكلاند سيتي الأسترالي أو فريق ريال مدريد الإسباني. وبالتالي نتمنى أن تكون الأمور كلها يعني وضعت في سياقها، وننتظر بشغف كبير انطلاق هذه المنافسات يوم الأربعاء المقبل بمقابلة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي نيوزيلندي. توقعات حضرتك إيه أستاذ أيمن لأداء الفرق المشاركة بشكل عام، ومين هيتألق برأيك سواء على الجانب الدولي الفرق الأجنبية أو الفرق العربية كمان؟ سيدتي، هذه منافسات الأندية، تعرفوا أنه المنافسات الأندية يعني في القارات الخمس هناك تفاوت في المستويات، يعني المستوى الأوروبي مرتفع جدا مقارنة بالمستوى الإفريقي أو المستوى الآسيوي. وبالتالي مع ذلك هذه المنافسات عودتنا دائما على المفاجآت. نذكر في 2013 كيف أنه فريق الرجاء البيضاوي يعني خطأ خطوات نحو النهائي وواجه فريق بايرن ميونخ آنذاك، كذلك فريق العين الذي سبق له العين الإمارات الذي سبق له المواصلة إلى دور النهائي. وبالتالي فريق الأهلي كذلك سبق له أن فاز بالرتبة الثالثة. وبالتالي أنا أظن أنه هذه المنافسات من البداية ستكون بطبيعة الحال هناك أسبقية للأندية القوية، ريال مدريد وفلامينغو البرازيلي المؤهلة مباشرة إلى دور المربع الذهبي، دور النصف النهائي. ولكن مع ذلك المفاجأة واردة، وأظن أنه الحظوظ في هذه المنافسات تكون دائما متساوية ومتكافئة.
طيب طبعا مشاركه ثلاث انديه عربيه اكيد يعني ستزيد من فرص وصول احدى هذه الانديه العربيه لابعد المسافات في هذه البطوله. دعنا ننتقل الى الخبر الخاص بالاتحاد الافريقي. امس قرر زياده الجوائز الماليه للبطوله، بطوله الامم الافريقيه للمحليين. قد ايه ممكن قرار زي ده ياثر على حجم وقيمة هذه البطولة ونظرة الاتحادات العربية والإفريقية مستقبلا لهذه البطولة؟ هذه البطولة يعني خلقت منذ سنوات من أجل إعطاء قيمة مضافة للاعب الإفريقي، يعني من أجل إبراز موهبته. صحيح أنه هناك لاعبين أفارقة يتألقون مع منتخباتهم مع فرقهم، لكن ليس لهم الفرصة للعب في المنتخبات الكبار، وبالتالي جاءت هذه البطولة من أجل إعطاء الفرصة لهذا اللاعبين. لكن أنا رأيي الشخصي أنه هذه البطولة لم ترقى بعد إلى الأهداف التي رسمت لها. بطولة الشان هي بطولة من المفروض أن يكون سن محدد لها، يعني بالنسبة للاعبين الشباب، يعني لاعبين في نهاية مشوارهم بعمر يناهز 35 سنة يشاركون في هذه المنافسات. ليست أنا لا أدري شخصيا أنه ما الهدف من هذه البطولة إذا كانت يعني لاعبين في نهاية مشوارهم يشاركون مع منتخباتهم. أظن أن الحوافز المالية مهمة صحيح، لكن لن تكون حافزا كبير للمنتخبات الكبيرة والدول المتقدمة في كرة القدم، خصوصا في شمال إفريقيا من أجل المشاركة. تنعرف موقف مصر منذ انطلاق هذه المنافسات، لا تشارك تونس اليوم كذلك، تغيب منتخبات قوية عن هذه المنافسات، وبالتالي الحافز. أنا عندي مقترح أنه هذه المنافسات تكون بالنسبة للفئة لأقل من 23 سنة، وتكون مؤهلة للألعاب الأولمبية، يعني من أجل أن تكون يعني تعطي أكثر قيمة لها، ويكون مشاركتها يعني جميع الدول تشارك، ويكون مشاركة يعني ضرورية ومفروضة على الجميع. أستاذ أيمن، بعد تأهل مانشستر سيتي لدور ال 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على أرسنال، إيه تعليق حضرتك على المباراة ومستوى الفريقين؟ وتنعرفوا اليوم فريق أرسنال يعني فريق متوهج هذا الموسم، يتصدر ترتيب البريمير ليج الإنجليزي، يعني مستويات كبيرة، فريق يلعب كرة جماعية منظمة، كثير من الأفكار الهجومية. فريق مانشستر سيتي يحافظ على نفس المستوى في السنوات الأخيرة، فريق قوي عنده تنوع في اللعب، وبالتالي أمس شفنا مقابلة في المستوى العالي، وكما أشرتم لذلك في بداية يعني تدخلكم وتقديركم للمباراة، قلتم بأنه كانت مباراة أستاذ والتلميذ. تنعرفوا مدرب الأرسنال الإسباني أرتيتا اشتغل كثيرا بجانب مدرب غوارديولا، يعرفون بعضهم البعض، نفس الأفكار نفس الفلسفة، وبالتالي انعكس ذلك على أرضية الملعب، وشفنا مقابلة في المستوى العالي، كثير من فرص التسجيل، وشفنا مقابلة يعني خرجت من الفلسفة بناء اللاعب، وشفنا يعني مباراة رجل لرجل، لاعبين يتواجهون، يعني الحل الفردي هو الذي كان فاصل، وشفنا بأنه الهدف جاء في أوقات حاسمة وجاء بصعوبة. شفنا مقابلة كبيرة، وتنظن بأنه لو تأهل الأرسنال كان سيستحق التأهل، وتأهل سيتي كان كذلك مستحق للدور الربع النهائي. طبعا بالتأكيد المباراة كانت يعني فيها تنافسية عالية، وفي نهاية المطاف انتهى بفارق هدف لصالح مانشستر سيتي، وربما هذا يؤكد ما يعني ذكرته من توهج نادي أرسنال الإنجليزي في مسابقة البريمير ليج وبشكل عام مستواه تحت قيادة ميكل أرتيتا. دعنا نذهب من كرة القدم إلى كرة اليد والمنتخب المصري الذي اعتدنا على أن يعني نشاهده ضمن الثمانية الكبار، ربما لم يحالفه الحظ هذه البطولة للوصول للمربع الذهبي، ولكن سؤالي هنا
دائما ما اعتدنا نعم. ان نشاهد المنتخب المصري لكره اليد في الثمانيه الكبار على مدار الثلاث النسخ الماضيه من كاس العالم. ما الذي ينقص المنتخب المصري لكي يصل الى دور ربع دور نصف النهائي او المربع الذهبي كما كان الحال في نسخه 2001؟ انا اظن بانه مستويات المنتخب المصري لكره اليد يعني مستويات ثابته في السنوات الاخيره وفي المشاركات الاخيره كما اشرتم لذلك. وهنا يعني هذا المنتخب اصبحت له هويه لاعب، هويه المشاركه في ثقافه المشاركه في منافسات كاس العالم، وهذه الثقافه ليست سهله ان تكتسب مع مرور النسخ مع مرور السنوات، وهنا ارث، هذا ارث يتم نقله الى الاجيال. انا تنظن بانه ما كان ينقص يعني المنتخب المصري يمكن انه اساء إدارة الشوط الأول من مواجهته ضد المنتخب الألماني في هذه المقابلة، حاول التدارك في الشوط الثاني، ذهب إلى الأشواط الإضافية مع كم للأسف يعني بفارق هدف، بتكون هزيمة بفارق هدف. تنعرفوا كرة اليد هي مباراة كيف تؤخذ، بتنشوفوا فارق هدف أو هدفين، تنعرفوا بأنه المستويات كانت متقاربة جدا، يعني تفاصيل صغيرة هي التي أحدثت الفارق، وهذه التفاصيل الصغيرة هي المهمة. يعني تنظن بأنه التجربة والخبرات تكون عندها دور، ولكن كذلك يعني الحظ تاوته إلى الدور دياله. أستاذ أيمن، توقعات حضرتك لمن سيكون اللقب؟ سيدتي كما قلت لك يعني صعب طبعا أنك في هذه المنافسات أنك توقع من سيفوز باللقب، يعني المقابلات تلعب على تفاصيل صغيرة، لكن انا شخصيا ترشح المنتخب الفرنسي بحكم تجربته وخبراته انه قادر انه يحقق هذا اللقب.